بعد برهة بدأ الفصل يبتسم وترددت في أرجاء الفصل عبارات مثل: حقا لم أكن أعرف أنني أعني شيئا لأحد، لم أكن أعرف أن الآخرين يحبونني هكذا. مرت الأيام ونسي التلاميذ أمر الورقة، لكن الاختبار أنجز غرضه وآتى أكله. نزل الرجل من القطار وهو يفكر في عمل السيدة. مضت الشهور والأيام، وفي يوم من الأيام وفي نفس مسلك القطار جلس الرجل بجانب النافذة ورفع بصره، فنظر للطريق فإذا به تملأه الورود على جنبيه، إنها كثيرة وجميلة. أصبح الطريق جميلا يمتع الناظر، معطر ملون يزهو بالورود. قيل: يا حاتم، فما الذي عوضته به؟ قال: 300 ناقة حمراء و500 رأس من الغنم. فقيل له: إذن أنت أكرم منه. قال: بل هو أكرم مني، لأنه جاد بكل ما يملك وأنا جدت بقليل مما أملك. قصاصات مع هاني الزبيدي يأتيكم بإذن الله يوميا في الأوقات التالية.